عاصمة هجر الجزيري قائد بالكشافة التونسية جهة القيروان، موجودين اليوم في مقر الكشافة جهة القيروان باش تنطلق فعاليات القافلة الصحية الثقافية التوعوية تحت عنوان مدرسة فضاء آمن اللي تشرف عليه الكشافة التونسية واللي يتمثل في قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت إشراف المندوبية الإدارة الجهوية للصحة، كيف كيف تحت إشراف المندوبية الجهوية للتعليم وتحت إشراف سيد المعتمد بتاع القيروان الجنوبية، كيف كيف المكتبة المتنقلة باش تكون موجودة اليوم معانا وتعطي مجموعة من جوائز الأطفال، برشا فقرات تنشيطية، فقرات رياضية باش تكون مع جمعية فسقية الأغالبة للرياضة الجميع، وكيف كيف باش يكونوا عندنا مجموعة من الهدايا اللي تلم فيها هذوما اللي تمثلوا في 100 بوكس أو حقيبة اللي فيهم مجموعة من الثياب وهدايا وقصص. الأماكن اللي باش نمشيو لها اليوم موجودين في مدرسة المخصومة بالقيروان الجنوبية، التلامذة اللي باش يكونوا موجودين باش يكونوا موجودين من 5 مدارس من القيروان الجنوبية، منهم مدرسة النابش، مدرسة المخصومة وثلاثة مدارس أخرى في نفس الزون هذيك. عدد التلامذة اللي نستنيو فيه اليوم تقريبا في 800 تلميذ، ان شاء الله ربي يوفقنا باش نعملوا فقرات تنشيطيه تفرهد الصغار هذوما الكل. احنا اليوم مصلحه باسمي وباسم مجمع الصحه الاساسيه التابعه للاداره الجهويه للصحه بالقيروان مع فريق وحده الطب المدرسي والجامعي ومصلحه حفظ الصحه، جينا اليوم باش نشاركوا في التظاهره اللي صايره في مدرسه المخصومه، وان ان شاء الله نقدموا ونعاونوا صغيراتنا حفاظا وتطبيقا لشروط حفظ الصحه خاصه بالوسط الجامعي. من ضمن الورشات نقوموا بورشه نقدموا فيها لصغيراتنا شروط حفظ صحه الايدي خاصه بالوسط الجامعي، مراحله مستلزماته، كيفاش نعاونوا صغيراتنا يطبقوا مراحل غسل اليدين بالوسط الجامعي وخاصه الوقايه من الجراثيم اللي نجموا نحملوها بايدينا اللي هي تخلصنا من برشا امراض، خاطر 90% من الجراثيم اللي نجموا تسبب لنا في الامراض هي ماني بورتي سون دي جير ماني بورتي، يعني نحملوها بايدينا. اذا صغيرات رسخوا في مخاخهم اللي اهميه غسل اليدين تقينا من الامراض، دونك رانا عملنا خطوه باهيه. اضافه الى فريق وحده الطب المدرسي باش يقوم بورشه ثانيه وهي الحفاظ على الاسنان، نظافه الاسنان والوقايه من التسوس. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.